الرئيس السيسي، احنا خايفين من ايه؟ بيان عاجل من الرئيس السيسي لكل المصريين، وعاجل اقوى اسلحة الجيش المصري تشارك في مناورات عسكرية ضخمة، طائرات حربية تشق سماء مصر، وصدمة تفاصيل قيام لص بسرقة مسجد في وضح النهار. والرئيس السيسي يوجه رسالة لحدادة المنصورة، ننشر التفاصيل. وصدمة مجلس الأمن تتخلى رسميا عن قضية سد النهضة. والبقاء لله في خبر مؤسف، تفاصيل وفاة ابن الشيخ الشعراوي. وسد النهضة إثيوبيا تتطاول على مجلس الأمن بعد البيان الناري. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. عاوزين نوصل ل 2000 اعجبني على هذا الفيديو قبل ما نبدا في الاخبار. اللي بيحب مصر فعلا ووطني يفجر التعليقات بكلمه تحيا مصر. عاوزين نوصل اكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. نبدا مع بعض في تفاصيل اول خبر معانا. وعاجل اقوى اسلحه الجيش المصري تشارك في مناورات عسكريه ضخمة. نشرت القوات المسلحة المصرية فيديو لمشاركة الجنود المصريين في فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بإحدى القواعد الجوية بأقوى الأسلحة المصرية. وشهد وزير الدفاع المصري محمد زكي عدد من الأنشطة التدريبية ضمن فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2021 بإحدى القواعد الجوية المصرية، والتي تنفذها عناصر من القوات الجوية للدول المشاركة في تدريبات النجم الساطع 2021 التي تعد أضخم تدريبات تنفذها مصر. واستمع وزير الدفاع المصري إلى شرح تفصيلي تضمن الأنشطة التدريبية التي يتم تنفيذها للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والأطقم الفنية والإطمئنان على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد في حضور كافة العناصر المشاركة بالتدريب من مختلف القواعد الجوية عبر تقنية الفيديو كونفرنس. كما شاهد بيانا عمليا لتجهيز وإقلاع ما يقرب من 85 طائرة من الطائرات المقاتلة المشاركة في تدريبات النجم الساطع 2021 من القواعد الجوية المختلفة لتنفيذ أنشطة تدريبية مخططة بمناطق التدريب الجوي. مصدر معانا كان من RT. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل لخبر اخر. والرئيس السيسي، احنا خايفين من ايه؟ بيان عاجل من الرئيس لكل المصريين. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ان قناعة تصويب الخطاب الديني تتحول لارادة مستمرة، وأنه لو عندك قناعة بموضوع ما هتتشكل إرادة من أجل معالجة هذا الموضوع. رئيس السيسي أضاف في مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة المذاع على فضائية الأولى، قال: شوفوا شكل الدنيا في العالم عاملة إزاي، وده نتيجة استخدام نصوص معينة بطريقة معينة لفت على العالم كله. وتابع قائلا: شوفوا كم الخراب اللي بيحصل في العالم وعدد المقتولين. أشار إلى أن هذه الأسباب كافية لإعادة بناء فهم وتفكير كل مواطن. رئيس السيسي أوضح أن تصويب الخطاب الديني هو عبارة عن عملية ديناميكية ومستمرة وليست مؤقتة، وهذا يرجع لتطور الإنسانية في العالم بتاعنا. أشار إلى شكل الحياة أيام النبي محمد عليه السلام وشكلها في الوقت الحالي، وقال متسائلا: هل احنا كمسؤولين محتاجين اننا نفهم ونفكر وندرس ما نحن فيه ونغيره، ولا احنا ما زلنا على موقفنا ومش هنغير حاجة؟ واضاف: ممكن نغلط في مسألة وننجح في مسألة تانية، لا بأس. احنا خايفين من ايه؟ ده الناس بتعمل حاجات غريبة في الدنيا، وربنا شايف ومطلع علينا وساكت صابر علينا عشان عارف ان احنا بشر وبنضعف. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. طبعا رئيس السيسي بيتكلم عن تصويب الخطاب الديني. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر غريب وصدمة، تفاصيل قيام لص بسرقة مسجد في وضح النهار. فوجئ عامل بمسجد النصر في منطقة سوق الجمعة بحي ثاني بمحافظة الإسماعيلية المصرية
بلص استغل هدوء المنطقة في ساعات الظهر وتسلل ليسرق عدد من مراوح المسجد. وفرغت إدارة المسجد كاميرات المراقبة، وبالفحص تبين تسلل لص إلى المسجد وسرقت عدد من المراوح فيما انتظره شريكه بالخارج، ومن ثم فر هاربين بالمسروقات. وحرر مسؤولو المسجد محضرا بقسم شرطة ثاني الإسماعيلية لإثبات الواقعة، وقاموا بتسليم مقطع فيديو وصور لقسم الشرطة توضح المتهمين أثناء ارتكابهم للجريمة. مصدر معانا كان من صدى البلد المصري. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا شيء غريب لما نسمع عن شخص بيسرق يعني مسجد، شيء يعني غريب جدا. أترك ليكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. الرئيس السيسي بيوجه رسالة لحدادة المنصورة، ورئيس عبد الفتاح السيسي علق على صورة السيدة بوسي سعد أول حدادة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية أثناء عملها في ورشة حدادة. رئيس السيسي قال في مداخلة هاتفية على برنامج التاسعة على شاشة التلفزيون المصري إن الصورة اللي في التلفزيون نموذج ومثل نفتخر به. فعلا المرأة المصرية عظيمة ومخلصة وشريفة وشقيانة على أهلها وناسها. ربنا يكرمك، لو عاوزة حاجة قوليلي وما تتكسفيش. الرئيس السيسي أكد أنه سيساعدها في مهمتها الثقيلة، البيت والمكان اللي تشتغل فيه أنا تحت أمرك في كل حاجة. وردت بوسي سعد كده كتير عليا قوي. الرئيس السيسي رد وقال مش احنا اللي بنعمل ده، ربنا اللي بيعمل، ربنا يبارك في ولادك واحنا تحت أمرك. مصدر معانا كان من وسائل إعلام مصرية. طبعا ست المصرية ست يعني مكافحة وست عظيمة جدا، بتشقى على أهلها وأهل بيتها، ويعني فعلا بتجتهد إذا كان حتى في أقل ما تفعله هو تربية الأولاد، هي بتتعب في إنها تطلع جيل كويس وجيل يعني محترم. فتحية طيبة للست المصرية العظيمة. ننتقل مع بعض الخبر آخر والبقاء لله في خبر مؤسف، تفاصيل وفاة ابن الشيخ الشعراوي. أعلن الشيخ أحمد تركي أحد علماء الأزهر الشريف وفاة أحمد الشعراوي ابن الإمام الراحل محمد بتولي الشعراوي، وذلك على حسابه الشخصي على التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال تركي على منشور إن لله وإنا إليه راجعون: البقاء لله في أخي وصديقي الأستاذ أحمد الشعراوي ابن فضيلة الإمام الراحل محمد بتولي الشعراوي، اللهم اجعله في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مصدر معنا كان من الوطن. ربنا يرحمه يا رب ويجعله من أهل الجنة بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. وخبير مصري يفجر مفاجأة، مجلس الأمن تخلى رسميا عن قضية سد النهضة. اعتبر الخبير المياه المصري عباس شراقي في تصريحات لآرتي أن مجلس الأمن الدولي تخلى رسميا عن قضية سد النهضة الإثيوبي ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها. وقال شراقي أن اعتماد مجلس الأمن اليوم بيانا يدعو فيه الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي يعد تخليا عن الدور المنوط به، حيث قال البيان أن مجلس الأمن ليس جهة الاختصاص في النزاعات الفنية والإدارية حول مصادر المياه والأنهار. ودعا أطراف سد النهضة إلى استئناف المفاوضات، شدد على ضرورة العودة لاتفاق المبادئ الموقع في 2015. وأضاف: لم يأتي البيان بأي جديد عما كان متوقع باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي في إطار مبادئ سد النهضة، ولم يكن يستدعي كل هذا التأخير عن الإصدار لمدة 69 يوما منذ جلسته الثانية في 8 يوليو الماضي. وتابع أن المجلس أكد أنه ليس جهة اختصاص لنزاعات المياه الفنية رغم أن مشروع القرار التونسي لم يطلب ذلك. وقال بهذا البيان: يتخلى مجلس الأمن رسميا عن قضية سد النهضة ويعتبرها قضية فنية فقط رغم خطورتها في أن تكون سببا رئيسيا في زعزعة الأمن والسلم في المنطقة، للتعنت الإثيوبي من جهة، ولخطورة مواصفات السد من جهة أخرى، حيث أنه سوف يشكل قنبلة مائية سعة قنبلة 74 مليار متر مكعب. وأضاف: يجب الآن طي صفحة مجلس الأمن وحفظها في ملف سد النهضة،
والعودة للاتحاد الإفريقي الذي بدأ في أولى خطوات استئناف المفاوضات بزيارة وزير الخارجية الكونغولي إلى الخرطوم، ومن المتوقع بعدها القاهرة بهدف الوصول لاتفاق قبل فبراير 2022 موعد بدء الأعمال الهندسية للتخزين الثالث. مصدر معنا كامل آر تي، أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والخطير. ننتقل مع بعض الخبر آخر وسد النهضة. إثيوبيا تتطاول على مجلس الأمن بعد البيان الناري. في رد غير دبلوماسي يعكس فشل ذريع، تطاولت وزارة الخارجية الإثيوبي على مجلس الأمن الدولي واستنكرت بيانه بشأن سد النهضة. وأبدت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع التدوينات تويتر أسى فيها لإعلام مجلس الأمن موقفه تجاه ما وصفته بأنه مسألة تتعلق بحقوق المياه والتنمية، زاعمة أنها أمر خارج نطاق اختصاصه. ونوهت الوزارة بأن إثيوبيا لن تعترف بأي مطالب مبنية على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن على حد قوله. واعتبرت الخارجية الإثيوبية أن ما أسمته بزلة تونس التاريخية في الدفع نحو صدور إعلام من مجلس الأمن تقوض مسؤوليتها الرسمية كعضو غير دائم في مجلس الأمن عن المقعد الإفريقي على حد تعبيرها. وزعمت الوزارة أن موقف إثيوبيا من النيل عادل وأنها تطمح لتحقيق حقها المشروع وبناء صداقة بين شعوب الدول المشاطئة. أشار إلى أن الوقت قد حان الآن لدول حوض النيل لتهيئة وتعزيز التعاون على مستوى حوض النيل. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وبناء مسجد يثير غضبا كبيرا وسخرية لأول مرة في تاريخ مصر، الحكومة تتحرك. أثار بناء مسجد على الطراز الفرعوني بقرية نزلة في الفيوم حالة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وقال محمد شفيق من أهالي القرية إن المسجد مقام تقريبا على مساحة إيراتين وتم إنشاؤه بالجهود الذاتية والتبرعات من أهالي القرية عند منطقة الفخار السياحية، ولا نعلم أنه سيتم عمل نقوشات فرعونية لحد سخرية منها. وأكد وكيل مديرية أوقاف الفيوم خالد دراز أن الأمر قائم على الإدارة الهندسية وسوف يتم مخاطبتها لتوضيح أمر هذا المسجد وموقفه، وهل تم تقديم رسوم واضحة لبنائه على الطراز الفرعوني من عدمه. فإذا تم تقديمه والأوراق سليمة سيتم استكمال البناء، وفي حالة المخالفة سيتم إحالة الواقع للشؤون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية. وقرر وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية حسني أبو حبيب إغلاق أحد المساجد وإزالة كافة الرسومات الفرعونية التي تتصدر واجهة المسجد، وكذلك الرسوم الموجودة بالداخل وإعادة نقشها على الطراز الإسلامي. وقال حبيب إنه كلف إدارة التفتيش الخاصة بالمساجد لتحديد المسؤول عن نقش تلك الرسومات الفرعونية على واجهة المسجد وداخله، لافتا أن الواقعة هي المرة الأولى التي تحدث في محافظة الفيوم. وقال الشيخ خالد محمود مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف في الفيوم إنه تم فتح تحقيق موسع مع المهندسين الذين أجروا التصميمات لهذا المسجد لمعرفة حقيقة من وضع هذه التصميمات. وأوضح الشيخ دهمان أحمد مدير أوقاف الشواشين الذي يقع المسجد في دائرة اختصاصه أن المسجد مقام منذ عام 2009 وتم تجديده الآن، وأنه أصدر قرارا بمحو الرسومات الفرعونية واستبدالها بالنقوشات الإسلامية المتعارف عليها. مصدر معنا كان من مصراوي والدستور. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الغريب جدا معانا في الوقت الحالي. ويجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب. كان معكم إسلام الأمير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.